انا ركاعي شويه الخوت سمحوا لي، فهمتي يعني، عاودوا رجعوا مره اخرى، فهمتي عاودوا رجعوا مره اخرى. ما عرفش علاش يقلب اخويا حسن، الله يمن بدل البلاصه بالله، امر الاخر مقود عليا وما غنبدلش البلاصه. شحال التليفون ماشي ليا زباله، ما شحال وانا تنخدم عليه وماشي ليا، وغرق تليفوني انا باش كنجي للحماق، الرب ديال الحماق. المهم الخوت سجلوا اللايف، الله يرحم لكم الوالدين، الا في حاله ما طرات لي شي حاجه، فهمتي، الا في حاله ما طرات لي. كذاب خرج تقود في حالتك، علاش نكذب عليك؟ شكون انت؟ خرج في حالتك بحالك اصاحبي. هما اللي تيخليو بنادم يخوي البلاد، فهمتي. انا تنهضر مع الناس اللي بعقلهم، كاين عائلات محترمه وتقدر تكون الام ديالي، ولكن دابا انا خارج على الوعي ديالي، كاع اخوتي ديال بصح وصاعر وماشي خايف، فهمتي. هذه بقات فهمتي بصاعر ديال بصح، علاش نكذب عليكم؟ نطلق لايف زعما انا هكاك هكاك، ما عمري ما فهمتي، ما عنديش مع الكذوب اصلا، عندي مع نيشان. المهم الخوت هذوك الناس الخوت اللي داو لي التليفون عاودوا رجعوا حتى لهنايا، اقسم بالله العلي العظيم. وتبعت واحد فيهم جانا بالموتور تبعته، ولا كذبش عليكم اخوت، الله يعطيني شي كسيده. مثلا انا راك عارف ان في الطبع ديالي ما كنكذبش، ومثلا فهمتي ما كنكذبش اللي كاينه كنقولها. غادي تمشي للحبس ديال الانسان قريتها. واش نقول لك اخويا، فهمتي كاين شي نماذج هنايا، فهمتي. ما انا ما اصلا مخاري مع هادو، خلينا مع هادو، ما كنت حداك انت ابو زبالة نوريك شنو هادو. المهم الخوت سجلوا اللايف، الله يرحم لكم الوالدين الخوت، الى في حالة وقعت لي شي حاجة انتم الخوت معلومين. شوف اخي حسن راك عارف، الله يرحم لكم الوالدين، الناس المزيانة، اما الناس اللي كيتشفاو فهمتي السنطة كدور والبزيم تيحكم، فهمتي فهمتي. ما انا ما دخلتش اصلا باش نبقى فهمتي، نبقى نشكي ولا نبكي، والقناه ديالي ما بقاتش تشكى ولا بكى، دوزت مصعب من هذا الشيء وما عنديش مع الخوف. حسن ما عقلتش اوراق، ما عندك ما دير. المهم الخوت اقسم بالله العلي العظيم، وربي شاهد عليا اللي كذبت عليكم في شي حاجه، الخوت نتحاسب عليها يوم القيامه. اليوم جا واحد فيهم هنا بموتور، طليت عليه ما كذبش عليكم الخوت، بقات في ديك الشمسه ديال التليفون، هبطت قلت ليه تور روبارمي سيلولار، هرب فهمتي، هرب. ودابا راه كيدورو غير حدايا، هادي اتصلت بالبوليس باش لا كانت شي حاجه وكذا، وعادي الخوت انا دخلت علمتكم وصافي، حياتك كامله بقى تضحك فهمتي. ما يعني ما دخلش الخوت باش بقى نشكي ونبكي، فهمتي. انا شريت التليفون، الله يرحم لك الوالدين اختي مينا، ماشي على قضيه التليفون، على قضيه الحجره. ما انا تليفوني غير ردو، دابا هادو عصابة، أقسم برب الكعبة لا عصابة، الله يعطيني شي كسيدة في ضو عينيا. المشكل اللي وقع هي أن فاش هي فاش دارت ستاتيو باش تبيع التليفون، قالت لهم راه فاموسو، يعني فاموسو هي مشهور في يوتيوب، بقاو ديما تابعيني. سمحوا لي الخوت، راني تكمي دخل مسيرو لا بوفاوا، هانتوما كلشي بالتسجيل هنايا. انا والله ما تنكذب، انا ما عنديش مع الكذوب، الله يعطيني شي قصيده وربي شاهد عليا، ما تنكذب اقسم بالرب ما تنكذب. راكم عارفين الخوت والبراش اللي داخلين فهمتي باش يتشفاو وكذا، ما عندي ما ندير بكم الخوت، سيروا بحالاتكم، انا ما عنديش مع داك التبرعيش. تو دينيس تودوس كونفرساسيون اوكي. هانتوما الخوت الا كذبت عليكم الله يعطيني شي قصيده، شي واحد تيفهم الاسبانيه نسى التليفون، ربي كبير. ماشي على قضية التليفون الخوت، على قضية فهمتي غبقى يعاودو يرجعو، غبقى يعاودو يرجعو. دابا هادي كتخاف كتبكي من الصباح، هي اللي مرضاني بدو مرضاني فهمتي، مرضاني. ربي معاك اخويا حسن، الله يرحم لكم الوالدين. شو هذا، شو هذا على سمية داير؟ سير اصاحبي ملحد، الله يلقالك في هاد النهار، كنت حدايا ندبح امك من سبعة الجهات، الله ندبح امك بالله، ومشي ونجاهد بيك نمشي ندخل بعد الجنة. شو شنو داير، شو الاسمية داير، فاموس ديال الله يحسن، والله اخويا حسين لا فاموس ديال الله يحسن العوان وحق الرب. ها هو والله يسن. ها اوكي قلت لك ما تبينش النيميرو، ها هو هو هذا، واقسم بالرب. شو الفيديوهات اللي مسافر لها، شو الفيديوهات اللي مسافر لها، شي فيديوهات ديال الذبيحه وكذا كيخلعها، قلت لكم تحولوا من تما خويا حسن. دابا الخوت والله العظيم ما نكذبش عليكم الخوت، انا دابا لقيت انا كنتقاتل يلاه باش جات ما عنديش التليفون، ها انتم يلاه بدلت الشيبه باش نحول واحد اللعيبه. مازال الخوت والله مازال ما كرهتش، انا ما كرهتش الخوت والله، كنمر واحد الفترات صعيبه. او حق ربي ما نخوي بالله،
الى غير نموت شفناها شحال من خطره. واختي رشيده كنحلف حيت شي وحدين ما كيصدقوش، كتهضر معاهم بصدق وكذا وشي وحدين ما كيصدقوش، كيجيب لهم الله بحال راك داخل، فهمتي؟ انا ما داخل نسعد حتى شي واحد، انا داخل تنهضر مع الناس اللي مقدريني ومقدرين القناه ديالي وبداو معايا من النهار الاول الى يومنا هذا، وما داخل نطلب حتى شي واحد وما داخل حتى شي حاجه باش ما يمشيش العقل ديال بنادم بعيد. خي حسن بيني وبينك انا بحال المهم الخوت انتوما كاينين واحد الفئه هنايا كيعاودوا يدخلوا ويخرجوا، هادو كاينين من المكسيك. نحلف لكم بالله هادو بعدا ديال المكسيك، اقسم بالرب انتوما دمرتوني في حياتي ياك، طلقتوني من المره الاولى وانا كنحلف بالله شي واحد غادي نمشي نحكمه، اقسم بالرب تيرجع معايا للمغرب. وعقلوا على هاد الهضره هادي، شي راجل يبان هنايا يبين ليا ونبين ليه واش باسل ولا ما باسلش. الوالدين باقي باغيينك ما حدك تما، الله يرحمك الوالدين. المهم الخوت ما تديوش عليا، راني في قمه معصب معصب ديال بصح، انا عارف هادو اللي تيسبوغي هنايا في المكسيك. اودي اخويا